مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو سأشارك معكم موقع رائع سيحدث ثورة وصراع في عالم صناعة الصور وبين أساطير المواقع. لن أقول لكم بديل لميدجورني وليوناردو وجميع المواقع، بل سينسيكم أمرهم تماما. أقدم لكم موقع دال أوتري الذي اشترك مع أوبني إي آي شات جي بي تي، هذه هي الشركة الضخمة. وهذا الموقع الذي تم إصداره في شتنبر وأكتوبر 2023 يمكنك الدخول إليه عبر بوابة بين كرياتور. يمكنك هذا الموقع أيضا الاستفادة حاليا من تجربة مجانية تصل إلى 100 نقطة، أي 100 مطالبة، كل مطالبة يقوم بإعطائك 4 صور بدقة عالية كما تشاهدون الآن. قم بكتابة مطالبة خاصة بك يعطيك كل ما تريد في ثواني. والجميل في الأمر، يمكنك من إعطاء سؤال، مثلا أكتب Are you fine؟ سيقدم صورة تعبيرية رائعة تقوم بالإجابة على السؤال الخاص بي، لكن بطريقة كوميديا أو دراماتية كما تشاهدون. أو بمعنى آخر، الموقع يقوم بكتابة أو بإضافة كتابات على الصور على غرار المواقع الأخرى مثل ميدجورني وليوناردو، تقوم بإعطائك صور تعبيرية فقط ولا تضيف الكتابات عليه. دال أوتري سيتجاوز ميدجورني وليوناردو اي اي واي موقع مثله حسب الخبراء، ويعمل تريند الان في الغرب، يعطيك صور اكثر دقة وخرافية، وهو فريد من نوعه لان طريقة الدخول اليه والعمل عليه ليست مباشرة. قمت بوضع هذا الفيديو بداية لأطلعكم عن اخر الاخبار، حيث قمت بالبحث عن طريقة الوصول اليه وبتجربته اولا لكي اعطيكم الخبر ليقين وان اكون اكثر مصداقية. لذلك ساريكم اولا بعض المطالبات التي قمت بها والصور التي حصلت عليها من خلال هذا الموقع الخرافي. لذلك يا أصدقائي، إذا أعجبكم الموقع اتركوا لي تعليق في صندوق الوصف لكي أضع طريقة الوصول إليه والاستفادة من التجربة المجانية عليه، في انتظار الانطلاق المباشر لهذا الموقع الخرافي دال أوتري بالاشتراك مع أوبني شات جي بي تي. وإذا كنت تشاهدون لأول مرة، مرحبا بك في قناتنا الذكاء الاصطناعي مع كل جديد. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس والتعليق. أراكم تهمنا، نترككم مع هذه الصور الخيالية، شكرا لكم. وليس آخر، انتظرونا في فيديو توضيحي سوف نقوم به حول هذا الموقع الرهيب والأسطوري دال أوتري بالاشتراك مع أوبني إي آي شات جي بي تي. ونهاية لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التعليق، شكرا لكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.